زين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن في حضرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر نرحب بضيوف مصر الكرام. هذا المؤتمر يشرفه بالحضور الكثير من أئمتنا الأجلاء في قارات العالم إفريقيا آسيا أوروبا. نرحب بكم في بلد الإسلام مصر وفي حضرة شيخ الإسلام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. أيها السيدات والسادة، نستأذنكم في مشاهدة فيلم قصير عن الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم. قد نوقشت في المؤتمر حزمة من المبادرات بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتشاور بين دور الإفتاء في العالم والتصدي للخطاب المتطرف ومعالجة ما يسمى بفوضى الفتاوى. ومن أهم هذه المبادرات التي طرحناها في هذا المؤتمر للنقاش والتواصل، أولاً إنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الفتوى في العالم.
تاريخ عريق من الإنجازات، وعمل يمتد لسنوات كفيل لأن يحدثنا عن دور دار الإفتاء المصرية بجانب دورها الريادي على الخريطة الدينية في العالم. ومع بداية العام 1437 للهجرة، وعقب العديد من الاجتماعات بحضور ممثل الإفتاء من شتى الدول الإسلامية، كان هناك فصل جديد من الشهود الديني والحضاري لدار الإفتاء المصرية، وحازت قصب الصدق في إطلاق مبادرة تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أعلن عن تأسيسها في شهر ذي القعدة من العام 1436 للهجرة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. ولم يكن ترفاً أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن تأسيسها لهذه الأمانة، لكنها الرسالة التي حملتها في ظل عالم يموج بفوضى الفتاوى. تعظم أهمية هذه الرسالة في وقت أصبحت فيه ما يسمونه فتوى سيفاً على رقاب العباد، فبدلاً من أن تكون مشكاة نور تهدي التائهين إلى طرق الحق والرشاد، أضحت مبرراً لاستباحة الدماء والأموال والأعراض وزعزعة أمن الدول واستقرار المجتمعات. استقبل العالم نبأ الإعلان عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، واستبشر خيراً بمثل هذه الكيانات العلمية التي تقود سفينة الأمة الإسلامية وسط أمواج من الفوضى لترسو بها في شاطئ النجاة. تتعاظم أهمية وجود إصدارات علمية متخصصة في الدراسات الإفتائية والفقهية تؤصل الحقائق العلمية للمستجدات وتضع ضوابط للإفتاء وتفعلها على أرض الواقع، وتفسح مجال النشر للمتخصصين والباحثين. لذا أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مجلة فصلية علمية محكمة تحمل اسمها، وتصدر كل 3 أشهر بعدة لغات. ورغبة في إيصال رسالتها إلى كافة بقاع الأرض، أطلقت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم موقعها الإلكتروني متعدد اللغات على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، كي يعم النفع للمسلمين كافة في كل مكان. أقرت الأمانة العامة في اجتماعها الأول اللائحة التنفيذية التي تنظم العمل بها وتضمن التنسيق بين أعضائها لأجل بناء منظومة إفتائية علمية ذات منهج وسطي ينتج خطاباً إفتائياً متصلاً بالأصل ومرتبطاً بالعصر. تستهدف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إقامة سنوي يبحث قضايا الإفتاء في العالم بغية مساعدة الدول الإسلامية لمجابهة التحديات التي تعتريها، ومؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة هو باكورة تلك المؤتمرات. تأتي أهمية مؤتمر الأمانة العامة في إزالة الآثار السلبية التي خلفتها فوضى الفتاوى على المسلمين، والتي تصدر عن غير المؤهلين علمياً والمتطرفين، وتنسيق الجهود للارتقاء بمهمة الإفتاء الشرعي للحفاظ على المجتمعات من أخطار الفوضى والتطرف. وتأمل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من خلال مؤتمرها الأول إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإفتاء ونشر المفاهيم الإفتائية المنضبطة والقيم الحضارية ورفع كفاءة الأداء الإفتائي للمتصدرين للفتوى وتطوير العقول البحثية ومواجهة الفكر المتطرف. تطلق الأمانة العامة من خلال هذه الكوكبة المنيرة من المفتين والعلماء مجموعة من المبادرات لإرساء مفاهيم التعايش الفعال والأخوة الإنسانية واحترام الاختلاف ونبذ الكراهية والتطرف.
السليمة واحترام الاختلاف ونبذ الكراهية والتطرف. السادة والسادة من علمائنا الأجلاء، الأمة تعلق عيونها وآذانها عليكم، فأنتم يناط بكم تجديد خطابنا الديني، يناط بكم تبييض وجه هذه الأمة الذي شوهته فتاوى المتشددين والمقطبين. إنها مهمة عسيرة وليست يسيرة، أعانكم الله عليها. كلمة رئيس المؤتمر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علامة مفتي جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف، معالي المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس الشريف وفلسطين، فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى سرتش رئيس علماء جمهورية البوسنة والهرسك، أصحاب المعالي الوزراء وقضاة مصر وأصحاب السعادة السفراء، أصحاب السماحة والفضيلة العلماء الكريم، ضيوف مصر الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في افتتاح المؤتمر للأمانة العامة لدور الهيئات الدائمة العامة. وهذا المؤتمر تستضيفه مصر كنانة الله في أرضه بلد الأزهر الشريف، مهد الحضارة والرقي، ملتقى العالم الإسلامي. يأتي مؤتمرنا هذا مع أشباهه ونظائره من المؤتمرات الكبرى في الشرق والغرب في وقت بالغ الأهمية وبالغ الخطورة أيضا. ولا يخفى على أحد ما يمر به العالم العربي والإسلامي بل والعالمي من تحديات تتطلب منا جميعا أن نكون على مستوى هذه التحديات الكبرى. ويكمن أهمية هذا المؤتمر في سياق زمانه ومكانه، فالتوقيت الآن يشهد موجة عنف لتيارات تبحث عن طعنة لهذا العنف، والإحصاءات تدل على ذلك، كما يقدر ب50,000 مقاتل في صفوف داعش نصفهم من أبناء الأقليات المسلمة كما تدل مراكز الأبحاث. كما أن إعلام هذا التنظيم يتحدث ب12 لغة، وكان على المؤسسات الدينية العريقة وذات الشأن في هذا المجال أن تعلن عن نفسها لترد بقوة وبحسن على الأفكار الضارة وبمنهجية العلمية المرسلة. ولا شك أن هذا مؤشر خطير للحالة الراهنة للجاليات المسلمة، ومن يحلق هذا الوضع يجد أن الفتوى التي تصدر من غير المتخصصين وخاصة من تيارات التشدد والتطرف من أبناء هذه الجاليات و غيرهم تسبب اضطرابا كبيرا في مجتمعات هذه الجاليات كما نرى في حالة داعش وأخواتها.
أما المكان فقد كان من الضروري أن ينعقد هذا المؤتمر على الأرض التي حملت لواء الارتداد والتجديد والاستنارة. في هذا المكان كعبة العلم المتمثلة في الأزهر الشريف الذي سيظل حصنا حصينا أمام موجات التطرف والعنف ودعوات التفريق والتشرذم بكل صورها. وانعقاد المؤتمر جاء تلبية واستجابة لنداء الحاجة بل لنداء الضرورة التي يصوغ بها الوقت المعاصر. ولهذا تم اختيار موضوع هذا المؤتمر بدقة وعناية إيمانا منا بأن الأئمة والدعاة في الأرض هم نواة شرق الإسلام الصحيح بل وهم يقومون بتصحيح المفاهيم في الخارج. فموضوع المؤتمر ومحاوره خطوة في غاية الأهمية في منظومة تجديد الخطاب الديني وصحب البساط المتاجر والتعاطي مع معطيات الواقع وامتلاك أدوات وأساليب الخطاب الديني الصحيح والوسطي البعيد عن التفريط والإفراط. ولهذا تعمل الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم على إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم يكون من شأنها تجديد منظومة الفتاوى التي يستعين بها المسلم على العيش في وطنه زمانا ومكانا، كما ترسخ عنده قيم الوسطية والتعايش. وتعمل أيضا الأمانة العامة على تأصيل الرباط بين الأئمة والدعاة وبين العلماء الثقة وبين المؤسسات الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. وبناء على ذلك وضعت الأمانة خريطة محاور هذا المؤتمر وورش عمله والتي بنيت على دراسة ورصد لواقع الأقليات المسلمة وبحث تحدياتها المستقبلية للوقوف على قضاياها الحالية والمستقبلية أيضا ودعمها على بينة واستنارة علمية يتجلى فيها فقه الأولويات. بل ونقدم أيضا في هذا المؤتمر من خلال هذه الأمانة المبادرات الإفتائية التي تمثل عنصراً مهماً من عناصر حل مشكلات الأقليات وعلى رأسها الخروج من مأزق الخوف من الإسلام أو ما يطلق عليه الإسلامفوبيا. ونحن على ثقة في أن مشاركة السادة العلماء والمفتين والباحثين المشاركين في أعمال المؤتمر سيكون لها الأثر الكبير في إثراء الحراك العلمي أثناء المؤتمر وبعده بما يعود بالخير والتنمية والرقي على الأمة الإسلامية والإنسانية بأسرها. ولا يفوتني في هذا المقام الكريم إلا أن أتقدم بموفور الشكر والتقديم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر الذي يأتي استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها سيادته بضرورة تجديد الخطاب الديني. ونشكر سيادته أيضاً على الدعم الكبير الذي يقدمه لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بل وللمؤسسة الدينية بأسرها. العلماء الكرام، إن أعين العالم تتحول صوب مؤتمركم هذا لمتابعة ما سينتج عنه من توصيات نسعى بما نملك من دعم كبير لتفعيلها لمجابهة الإرهاب والتطرف بصدور مفتوحة لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. إنني على قناعة تامة بأن حريتنا بأن حربنا الفكرية إنني على قناعة تامة بأن حربنا الفكرية مع الإرهاب والتطرف لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية بالجهات العسكرية مع أولئك حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم كما حدثنا عن أوصافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يجب أن يدرك العالم أن مصر تقدم ثمناً باهظاً لمحاربة الإرهاب، حيث يلقى خيرة شبابها، شباب مصر، الشهادة على أيدي أهل الغدر والفجور. وما جرى منذ أيام قليلة مضت بسيناء الحبيبة ليس خافياً على العالم كله، ورغم هذا فسوف تنتصر الإرادة المصرية والعربية والإسلامية على تلك المؤامرات والأجندات الراغبة في إتاحة في إشاعة الفوضى في العالم كله. ومؤتمرنا هذا من بين دلائل هذا النصر الفكري على قوى الشر والظلام. لقد اتخذت الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه بعدم مهادنة هذه الأفكار المدمرة المتطرفة، وخطونا خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري والتخريبي. اعلموا أن الإرهاب يريد الخراب، والشعوب تريد التعمير والبناء، والإرهاب يريد الفناء والدمار، والشعوب تريد الحياة والأمل. الإرهاب يريد الفوضى وعدم الاستقرار، والشعوب تريد الأمن والأمان والخير. الإرهاب يريد الشر والفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. فيا شعوب العالم، سيروا في طريقكم، طريق الخير والجهاد ضد الإرهاب، صابرين محتسبين وجه الله سبحانه وتعالى في أبنائكم الشهداء. اعلم أيها الشعب المصري الأبي الكريم أن وحدتك وحضارتك وتاريخك العريق الذي صنعته بيدك لن تهزمه يد الإرهاب أبدا، لأنها يد جبانة مرتعشة، مهما ظهرت بمظهر القوة إلا أن قوتها قوة زائفة زائلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير في القول والعمل، وأن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سيادة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأصل، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة العلماء، أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرحب بكم جميعا باسمي وباسم الشعب المصري العظيم في بلدكم الثاني مصر، بلد الأمن والأمان، بلد الحضارة والعمران، بلد الأثر الشريف، قلعة العلم الشرعي في العالم الإسلامي كله. تحية وامتنان وتقدير لهذه الكوكبة الكبيرة من كبار المفتين والعلماء الذين اجتمعوا في بلد الأثر للتباحث في آليات التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، خطوة موفقة بإذن الله في مسيرة تجديد الخطاب الديني التي نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بؤرة اهتمام العالم أجمع، بؤرة العالم أجمع في الوقت الحاضر. وتجديد الخطاب الديني كما لا يخفي عليكم ليست بالعمل العشوائي أو الارتجالي، إنما هو عمل مبني على برامج فكرية شاملة ومتكاملة، يأتي بعد أهداف وخطط وأساليب واستراتيجيات ومتطلبات مادية وبشرية تشمل مؤسسات المجتمع كافة. وبما أن الأديان السماوية تشكل في ذاتها جانبا ومكونا أساسيا من مكونات وهويتنا الحضرية،
فإن الخطاب الديني أصبح مؤثراً مهماً في تشكيل وتوجيه أفكار وسلوكيات ومشاعر ووجدان أفراد أمتنا العربية والإسلامية بل والعالم أجمع. ليس أدل على ذلك من تنظيم هذا المؤتمر الكبير ودعوة هذه الكوكبة المنيرة ومناقشة هذه المحاور المهمة في أرض الكنانة. إن تجديد الخطاب الديني هو الرسالة السامية التي تحملها المؤسسة الدينية على عاتقها وتقوم بها على خير القيام، فمسلمنا تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة مؤسساتها العريقة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. والأثر الشريف ودار الإفتاء المصرية من هذه المؤسسات التي تقوم بدور كبير في الدفاع عن الهوية الإسلامية الوسطية ونشر الخطاب الديني المستنير في العالم ودفع قاطرة الأوطان نحو الاستقرار والتنمية. السادة الحضور، إن العالم كله يواجه حالة غير مستقرة وغير مسبوقة من التوتر والاضطراب والتعديات الكبرى التي طالت كل بقاع الأرض دون استثناء، تسببت في زعزعة استقرار الدول والمجتمعات. تمثلت أخطر هذه التحديات في بروز التيارات الدينية فكرية متطرفة يعادي الأمم والشعوب، وقد بني هذا الفكر على مجموعة من الآراء والفتاوي الشاذة البعيدة عن المنهج الإسلامي السمح الذي أهم خصائصه أنه دين رحمة وهداية للناس أجمعين. فالقرآن الكريم مبدوء في أول سورة منه بالحمد لله رب العالمين، وقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أرسل الإسلام قواعد وأسسا للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مع العالم الذي يعيشون فيه بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه دون تفريط في الثوابت الإسلامية. وعلى نهج تلك الأسس ووفق هذه الثوابت يمضي المسلمون قدما في رسم الحضارة الإنسانية لمعايشة المستحدثات التي تطرأ عبر تغيير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وإيمانا بأن الفكر لا يجابه إلا بفكر، تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يواجه مثل هذه الأفكار التي انتشرت كالنار في الهشيم في الجاليات المسلمة حول العالم بسبب سيطرة بعض التيارات المتطرفة هناك على الخطاب الديني، وتزداد أهمية المؤتمر في كونه سيطرح الحلول النافعة لبلورة خطاب ديني رصين للجاليات المسلمة يعينها على التمسك بالقيم والثوابت الدينية مع اندماج إيجابي في مجتمعاتنا. وفي النهاية فإني آمل أن يكون انطلاق هذا المؤتمر العلمي من أرض الكنانة بأهدافي وما تمخض عنه من زخم علمي وتوصيات ومبادرات يصب في صالح الجاليات المسلمة حول العالم ودعمها من الناحية الإفتائية، وكذلك في إعادة المرجعية الوسطية في الفتوى لدار الإفتاء المصرية كمؤسسة إفتائية عريقة لها ثقل علمي وتاريخي كبير. مرة أخرى يسعدني ويشرفني أن نرحب بكم جميعا في مدينة القاهرة قلب مصر النابض، مع أطيب تمنياتي أن تسعد بفترة إقامتكم بالقاهرة، متمنيا لكم وللمؤتمر كل السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الجاليات المسلمة فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى سيرج رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الدكتور شيخ الأزهر أحمد طيب ومفتي العام
شفقي علام وزير العدل مصر العربية مصر الجمهورية العربية ومفتي القدس ومفتي نيجيريا أساتذة والعلماء أحييكم وأنقل لكم تحيات طيبة من مدينة سراييفو والبوسنة والهرسك. قيل أن سراييفو القدس الأول في أوروبا وقدس الثاني في العالم، فقد جمعنا هنا المفتي العام لجمهورية مصر العربية، المفتي من القدس ومفتي من البوسنة السابق، فلكم قدسيدي. ربما تسألون ما هو الحال القدس الأول وما هو الحال القدس الثاني. لا حاجة لأجيب عليكم على هذا السؤال، كلكم تعرفون، ولكن هذه فرصة لي انتظرتها قرون أن أقول كلمة التي كنت أحفظها في نفسي. وأنا خريج الأزهر من سبعينات، هذه هي فرصة لي وباسم جميع الخريج الأزهر في قرن العشرين وفي قرن التاسع عشر أن أشكر للجامعة الأزهر الشريف على ما قام به لإنقاذ الأمة والإسلام في قرنين الأخيرين. إنها شهادة وإنه شكر وتقدير للأزهر الشريف الذي أنقذنا نحن المسلمين في شبه جزيرة بلقان حينما فقدنا التنفس الروحي، فالأزهر الشريف صنع باي باس الروحي، فلذلك نحن الآن الأحياء. كنا مستتركين، كنا نطلب ونحصل علم في إسطنبول، فانقطع هذا التنفس الروحي ففتح الله لنا الأزهر الشريف لنتنفس في هذا القرن العشرين وإن شاء الله في قرن الواحد وعشرين إلى يوم القيامة. هذا هو شكر للأزهر. ولكن الأزهر لم يصنع فقط لنحن للعجم في شبه جزيرة بلقان وحول العالم، بل للعرب كذلك. إن الأزهر أرب العرب واستعرب العجم. هذا ما يستحقه منا جميعا كل الشكر والتقدير. نعم، إنني أعلم جدا كما تعلمون أن كل واحد يريد أن ينتهز الفرصة من الأزهر، الذين يستحقون ذلك والذين لا يستحقون ذلك. ولكن نحن هنا جئنا لنقول للجميع، نحن نريد أن نرى الأزهر كما كان وكما سيكون، منارة للأمة الإسلامية من مغربها إلى مشرقها وإلى جنوبها إلى شمالها. هذه هي شهادة من بلد صغير من قدس الأول في أوروبا وقدس الثاني في العالم. وللعلماء الأزهر الشريف أريد أن أقول شيئا، هذا كنت أنتظره طيل هذه السنوات، وأنا مفتي الآن في البوسنة 20 سنة، والآن المفتي السابق المفتي للجميع
الذين لا ليس لهم مفتي. أنا حاصل على درجة الدكتوراه في جامعة شيكاغو، فعندما مررت بالامتحانات وجئت إلى المستوى للماجستير سألوني ما هو مؤهلاتك، فقلت لهم أنا عندي مؤهلات الأزهرية، قالوا لي هذا عندنا عاليا جدا، لذلك لا حاجة لك للماجستير، أنت تمشي على طول إلى دكتوراه. شكرا لكم، أتمنى لهذا المؤتمر أن ينجح، وأتمنى للمصر ولأهل مصر أن يكونوا كما كانوا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أسوة لنا في العالم كله. والسلام عليكم. كلمة الوفود سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، معالي المستشار محمد عبد الرحيم وزير العدل، فضيلة الشيخ مفتي البوسنة القدس الثانية سابقاً مصطفى شريتش، فضيلة الشيخ مفتي أندونيسيا، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، الإخوة، الحضور جميعاً، اسمحوا لي بداية أن أحييكم بتحية طيبة مباركة أسجيها لكم من رحاب الأقصى المبارك مسرى نبيكم عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلى، تحية عنوانها دائما السلام، تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي أيها الإخوة الحضور الكرام جميعا، وبخاصة الوفود التي لبت الدعوة الكريمة لدار الإفتاء المصرية لحضور هذا المؤتمر العتيد، وقد كلفت بأن ألقي باسمهم كلمة، فأنا أتوجه بالشكر باسمكم جميعا أيها الوفود وأيها الحضور لمصر كنانة العرب رئيسا وحكومة وشعبا، بالشكر الجزيل لاحتضانهم دائما ما يهم المسلمين وما يهم العرب في مواجهة كل القضايا التي تمر بهم، وفي مقدمة ذلك الإفتاء وبيان الحكم الشرعي وبيان سماحة هذا الدين العظيم الذي تقوم، والشكر موصول لهذه المؤسسات، الأزهر الشريف ممثلاً بفضيلة شيخنا الكبير شيخ الأزهر
الأستاذ الطيب أحمد الطيب، وهو يحمل من اسمه حظاً كبيراً، فلك كل التحية أيها الشيخ الطيب، والشكر موصول كذلك إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية في دنيا العرب والمسلمين، لما تبذله هذه الدار العريقة والتي ترعى دائماً وسطية الإسلام ووسطية أحكامه، والتي تصدت مع أخواتها في دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي لكل مظاهر الانحراف والتحريف والإرهاب والبعد عن روح الإسلام التي أرادها الله للأمة الإسلامية، فجعلها بها أمة وسطا، وجعلها بهذه الأحكام تيسر ولا تعسر، وتبشر ولا تنفر، فكانت هذه الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم كانت رائدة في مجال التأسيس والتأصيل لما يلزم الأمة، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة. أيها الإخوة الكرام، أيها العلماء الأجلاء الأفاضل، ما من شك أننا نتطلع جميعاً في عالمنا العربي والإسلامي، كما نتطلع نحن أبناء القدس الذين نعاهدكم في هذا الموقف ومن علياء هذا المنبر الكريم الذي ينعقد في رحابه مؤتمر التأهيل والتكوين لأئمة المساجد للجماعات والأقليات المسلمة في العالم. نعم، نعاهدكم أن نبقى إن شاء الله المرابطون الصادقون والذين يدافعون عن مصر رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وعن قبلة المسلمين الأولى، وعن حق العرب والمسلمين في القدس حضارة ودينا وعقيدة ونهج حياة يستمر إن شاء الله ما دام هذا الدين الذي نعمل جميعا لخدمته يقودنا نحو العزة ونحو المعالي ونحو الوسطية التي نبشر بها دائما، ونرجو أن تكون دائما هي النبراس الهادي لنا في دور الإفتاء وفي المؤسسات الدينية وفي المساجد لبيان هذا الدين العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى هداية ورحمة، ليس للعرب وحدهم بل للبشرية جمعاء، الذي قبل الآخر وحاور الآخر، والذي نفى ونهى عن كل ما يعرض الإنسانية للشقاء والبلاء. ولذلك قال في وصف أمتنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة، أيها الأفاضل، لا يسعني حقيقة في نهاية هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر ثانية لدار الإفتاء المصرية لعقدها هذه المؤتمرات التي تلزمنا في أيامنا الحاضرة، والتي تسلح الدعاة والعلماء والمفتين بما ينير الطريق لهم ولشعوبنا وللبشرية جمعاء وفق أحكام ديننا الحنيف، ووفق تعاليمه السمحة، ووفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شكراً لكم أيها الإخوة في دار الإفتاء المصرية على عقد هذا المؤتمر الذي أتمنى لكل المشاركين فيه
بما قدموا من أوراق للعمل وبما سيخرجون به من توصيات وقرارات وتوجيهات، أن تكون نافعة إن شاء الله لنا ولأمتنا وللبشرية جمعاء. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة المؤسسين سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، ويستأذنكم في التحدث جلوسا، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة الأئمة نجوم المهتدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سعادة الأستاذ ممثل فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد طيب، معالي السيد وزير الأوقاف شوقي إبراهيم علام، أصحاب الفضيلة والمعالي الجالسين على المنصة، أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة أعضاء الرابطة العالمية لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني باسم المسلمين في جمهورية نيجيريا أن نهنئ إخواننا في جمهورية مصر العربية ممن يعملون دائما على رفع راية الإسلام وعلى رفع مستوى علماء هذه الأمة في المعرفة وفي نشر حقائق وثوابت الإسلام، وسعيهم الدؤوب لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية بالعمل على نشر الأسس الثابتة في الإسلام التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال وتعكس الرحمة التي تميز بها هذا الدين العظيم.
وفي الحقيقة أنهم عملوا الكثير في سبيل دعوتهم إلى إسعاد الإنسان، والعمل من أجل نزع فتيل النزاعات والخلافات والدعوة إلى التصالح ووحدة الصف بالحوار والحكمة التي هي من أساس هذا الدين. بالرغم من الضغوط الكبيرة والحرب الضروس المباشرة وغير المباشرة والتي تتعرض لها أرض الكنان الحبيبة، حرسها الله من كل مكروه وأمنها وحفظها بما حفظ به الذكرى الحكيم، واصل الأزهر الشريف ورجاله هذا الجهاد العظيم وهذا العمل المبارك من أجل رفع شأن هذا الدين العظيم ليس في البلدان الأساسية والتي تسكنها أغلبية مسلمة، بل وفي بلدان الأقليات أو في أماكن أو مناطق الأقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. سادتي، إن مشكلة العالم الإسلامي اليوم ليست هي في العلم، أي قلة العلم أو في عدم فهمه، فقد وصلت البشرية بحمد الله إلى مستوى عال من التقدم العلمي مع سهولة الوصول إلى مصادر العلم والمعرفة بطريقة لم يسبق لها مثيل، وهذه نعمة من نعم الله تعالى علينا وعلى الجميع، والتي تستوجب منا الشكر لله تبارك وتعالى. لكن في الحقيقة مشكلتنا تكمن في كثير من المشاكل التي سببها عدم العمل بهذا العلم الذي تعلمناه وعدم تطبيقه بالطريقة التي تنعكس بها آثاره على سلوكنا وتصرفاتنا حتى نعمل بمقتضى الحكمة التي خلقنا الله من أجلها، وهي عمارة هذا الكون بالخير والدعوة إليه. من هنا يأتي الدور الحقيقي لعلمائنا وأئمتنا الذين يمثلون القلب النابض لهذه الأمة بالعمل والإخلاص والصدق مع الله ومع خلقه في الظاهر والباطن. إن الابتلاءات ما شاء الله، نأسف لتحريف للوقوع في خطأ في الاسم، الدكتور شوقي إبراهيم علام هو مفتي الديار المصرية وليس وزير الأوقاف، كان هذا في علمي ولكنني رأيت رأيت السكرتير تبعي كتب هذا الاسم فاستغربت، ولكن معليش معليش، الحمد لله. ربنا يحفظ مصر وأقطابها ونجومها المشرقة في كل العالم. من هنا يأتي الدور الحقيقي للعلماء والأئمة الذين يمثلون القلب النابض لهذه الأمة بالعمل والإخلاص والصدق مع الله ومع خلقه في الظاهر والباطن. صحيح أن الابتلاءات كثيرة منذ عهد بعيد، تلك التي تعرض لها العلماء والأئمة ونالهم منها قدر كبير، إلا أن هذه الابتلاءات وهذه المشاق لا تعفينا أبداً عن القيام بدورنا الريادي في نهضة الأمة وتقدمها عن طريق التمسك بالحق والنصح لكل مسلم. ولا شك أننا كنا نتمنى ومن كل قلوبنا في مدد طويلة وأحقاب طويلة أن الأزهر يجب أن يقوم مع دوره الريادي المعروف، أن يقوم بدور أكبر في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات التي لا تهدف فقط إلى التضليل
وإلى التكفير، بل إلى إزالة الإسلام نفسه. تمنينا هذا كثيراً، ولكن الحمد لله الآن قام الأزهر ورجال الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورفاقه بهذا الدور، وهذه الأنشطة التي يقوم بها الأزهر اليوم في الحقيقة يحمده عليها القريب والبعيد من المسلمين، وهي ملأت قلوب المسلمين وصدورهم بنور الفرحة الغامرة. نسأل الله التوفيق التام للأزهر ولرجاله. مشكلتنا أيها الإخوة تتمثل في التقاعس الذي أصاب علماء الأمة عن القيام بواجبهم في مجال الإفتاء ومجال التعليم ومجال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى خلت الساحة من هؤلاء العلماء الذين نشير إليهم إلى أولئك المدعين الذين يدعون الإحاطة بكل شيء، وأصيبوا بمرض هو من شر الأمراض، وهو فتنة الإقصاء وعزل الآخر وعدم الاعتراف إلا بالنفس، مما أدى إلى صدور فتاوى تحمل البغضاء والكراهية بين المسلمين، حتى أصبح المسلم لا يستطيع أن يطمئن على أخيه المسلم إلا إذا اختلط به والتقى به وعبر هو له عن نفسه، وهذه مصيبة كبيرة نعاني فيها. ولكن الحمد لله نحمد الله ونشكره على قيام الأزهر بهذا الدور الريادي لقطع الطريق أمام هؤلاء الذين ملأوا الساحة تكفيراً وبغضاً وكراهية ونقضاً لعهد الإسلام وأخوته. ونحن لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نؤيد مشايخ علماء الأزهر ومن قاموا بهذا العمل، وهذه اللفتة العظيمة أو هذا العمل العظيم من تأسيس أمانة عامة لدور الإفتاء في العالم الذي قام به السيد مفتي الديار الأستاذ السيد الدكتور شوقي علام، أمر جاء في وقته وينبغي أن يحظى بالتأييد التام من قبل كل المفتون من كل المفتين في كل أنحاء العالم الإسلامي. نحن في نيجيريا عانينا الكثير من هذه الفرقة، عانينا الكثير من هذه المشاكل التي تعاني منها الأمة، قتل بسببها عشرات بل مئات الألوف من المسلمين بغير حق، استعبد فيها أحرارا واسترق فيها نساء وهتكت فيها أعراض بدون أي دليل إلا الاعتقاد بأن الأمة كلها أصيبت بردة وأن هؤلاء يجددون الإسلام ويعودون به إلى ما كان عليه، وهي دعوة باطلة، والكل يعلم بأنهم لم يشموا رائحة هذا الإسلام إلا بواسطة أولئك الذين نشأوا في وسطهم، علموهم الدين، علموهم القرآن، علموهم العبادات، نصحوا لهم ووجهوهم التوجيه السليم حتى نشأوا مسلمين، ثم انتقلوا إلى جهات أخرى فوقعوا في هذا المرض. هذا المرض نحن عانينا منه، ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل آخره
بنشأة أو قيام هذه الأمانة العامة وهذه المؤتمرات التي تعقد عاماً بعد عام في أرض الكنانة، ويحضرها علماء كبار من شتى أنحاء العالمين العربي والإسلامي. سيداتي سادتي، نحن اليوم إذا كنا في حاجة إلى شيء فهو إلى وحدة الصف، وحدة الكلمة، وحدة الصف ووحدة الكلمة والاتفاق حول قيادة فكرية إسلامية متسامحة تدعو إلى الوسطية، تدعو إلى الفهم الإسلامي العريق. منذ نشأتنا نعلم أن أهل السنة في بلادنا علمونا مع الحروف الهجائية أن أهل السنة شيء واحد لا يتجزأ، يجمع الأشاعرة والماتريدية والأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، وكذلك السادة الصوفية الذين تمسكوا بالأصول الثابتة ولم يخرجوا على إجماعات الأمة، الذين عكفوا على التحلية والتخلية وعمارة القلوب بالذكر وتزكية النفس مما شابها من أمور تبعدها عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لا نشك في أن هذه الخطوة التي قام بها أستاذنا الكبير صاحب الفضيلة شيخ الأزهر في آخر مؤتمر، لم أستطيع أن أحضره بسبب المرض، ولكن روحي، عقلي، نفسي، فكري، كل ذلك مع المؤتمرين في غروزني في الشيشان، لأني علمت أن مؤتمراً كهذا لا يخرج إلا بخير، ولا يخرج لهذه الأمة إلا بما فيها في مصلحتها. ولذلك أنا أثني وأثمن من وافقوا على هذا المؤتمر وما جاء فيه، ونحن يجب أن نبتعد عن كل أمور تبعدنا عن وحدة الصف، إذ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الدعاء لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة سياسية ودينية، وشعبا أبيا وفيا صامدا، على توفيق الله تبارك وتعالى لهم لقيادة الأمة الإسلامية على بصيرة من الأمر، حتى تتحقق النهضة المنشودة والنصر المؤزر لأمتنا على خطى من تقدمنا من سلفنا الصالح. وشكرا لإدارة الأمانة العامة والإفتاء والسادة العاملين للأزهر والقائدين له، ولكل من ساهم في ما يؤدي إلى وحدة صف الأمة الإسلامية. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نحن على موعد مع كلمة صاحب المقام الجليل شيخ الإسلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فليتفضل.
استأذنكم أيضا في أن ألقي كلمتي وأنا جالس، فأنا من الضعفاء المتضاعفين، والضعيف أمير الركب كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. السادة أعلام المنصة، السادة العلماء الأجلاء من أهل الفتوى والعلم ورجال الأديان والمفكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في بلدكم مصر وفي الأزهر الشريف بكل مؤسساته العلمية والدعوية. وأتمنى لمؤتمركم هذا أن يكلل بالتوفيق والنجاح فيما هدف إليه من مقاصد نبيلة وغايات شديدة الأهمية وبالغة الخطر. وأستأذنكم في أن تسمعوا مني كلاما قد يغرد خارج السرب أو خارج جو المؤتمر، لكنه على كل حال واقع لا يقل أهمية عن تدريب الأئمة وفقه الأقليات. وأعني بذلك الواقع ما ينتظره المسلمون الذين يعلقون آمالا كبرى على علماء الفتوى ودور الإفتاء في التخفيف من هذا الانفصام الذي يتسع مداه ويزداد اتساعا يوما بعد يوم بين حياتهم المعاصرة وحاجاتها وضروراتها من جهة، وبين هذا التيه من التفيقه العبثي الذي يطرق أسماع الناس ليلا ونهارا ويطاردهم حيثما كانوا ليردهم لا إلى يسر في الشريعة ورحمة في القرآن والسنة، وإنما إلى أخلاط من الآراء المتشددة التي قيلت في مناسبات خاصة وتحت ضغط ظروف طارئة ليس بينها وبين واقع الناس الآن صلة ولا نسب. وقد وجد هذا الفقه العبثي، إن صحت هذه التسمية، وجد كتائب موازية من المفتين نجحوا للأسف الشديد في أن يتغلبوا على كل دور الإفتاء في عالمنا العربي، وأكاد أقول على كل مجامع الفقه والتشريع، وأولها مجمع البحوث الإسلامية هنا في الأزهر. ولم يكن هذا النجاح أو هذه الغلبة بسبب من واقعية هذا التفيقه أو عقلانيته أو قدرته على جعل الحياة أيسر مما هي عليه، وإنما بلغ نجاحه ما بلغ بالقدرة على التحرك والمثابرة والنزول إلى الناس بدعاة وداعيات ودخول البيوت في القرى والكفور، إضافة إلى اعتلاء بعض المنابر والتحدث إلى الناس بما يريدون في الوقت الذي ظلت فيه فتاوى دور الإفتاء وفتاوى المجامع ولجان البحوث الفقهية فتاوى فردية راكدة قاصرة على المستفتي أو حبيسة مجلدات علمية لا يفيد منها ملايين الجماهير من المسلمين ولا يقدرون على فهمها، أو ظلت رهن مؤتمرات يحدث فيها بعضنا بعضا ونتواصى في نهاياتها بما شاءت لنا أحلامنا من آمال وأمان لا تجد من المختصين من يرعاها أو يتابعها أو يسعى إلى تنزيلها على واقع الناس.
واسمحوا لي شيوخنا الأجلاء في مكاشفات الصريحة هذه، وأرجو بل ألح في رجائي ألا يسبق إلى أذهان حضراتكم أنني أقف منكم موقف المعترض أو المنتقد، فمعاذ الله أن أكون كذلك، ومعاذ الله أن يسبق إلى نفسي شيء من ذلك. فأنا أعي جيدا أنني أخاطب النخبة والذؤابة من أهل العلم والحجة في عالمنا العربي والإسلامي، وأنا قبلكم أول من يتحمل نصيبه من المسؤولية في هذا التقصير في جنب المسلمين، ولكني ربما كنت أكثركم التصاقا بالجماهير من البؤساء والبائسات، ومعرفة بما يلحقهم من مشكلات أسرية تبلغ حد الدمار والتشريد بسبب من جمود الفتوى وتهيب الاجتهاد والعجز عن كسر حاجز الخوف من التجديد، حتى ظننت أننا كأهل علم وإفتاء إن كنا على علم دقيق بما نفتي به نصا فإنا مغيبون قليلا أو كثيرا عن محل النص وإدراك الواقع الذي يفتى فيه بتنزيل النص، لا نتوقف عند هذا الواقع ولا نتأمل ملابساته ولا نلقي بالا للضرر الذي يترتب عليه ولا نعي حجم المعاناة الاجتماعية والنفسية التي تأخذ بتلابيب الناس من جرائه. وأضرب لحضراتكم مثلا مشكلة حية تتعلق بظاهرة فوضى تعدد الزواج وفوضى الطلاق أيضا، وما ينشأ عن هذه الظاهرة من عنة يلحق بزوجة أو أكثر، وتشريد يدمر حياة الأطفال، وضياع يسلمهم إلى التمرد والإجرام. وأبادر بالقول بأنني لا أدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد، بل أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو يمسهما من قريب أو بعيد، وذلك كي أقطع الطريق على المزايدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك يقطعونها عن سياقها ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها. ولكني أتساءل ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية مثلا ويترك الأولى بأولادها وبناتها تعاني الفقر والضياع، ولا يجد في صدره حرجا يرده عن التعسف في استعمال هذا الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده ومآلاته؟ والإجابة في نظري أن الدعوة إلى شريعة الإسلام في هذه القضية لم تصل لهؤلاء على وجهها الصحيح، وأن الفتاوى في هذه القضية أيضا تراكمت على المشروط الذي هو إباحة التعدد وسكتت عن شرط التعدد وهو العدل وعدم لحوق الضرر بالزوجة. ومعلوم أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، لأن الشرط كما نعلم هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم، لقد ترسخ هذا الفهم المعوج حتى باتت العامة تتصور أن التعدد حق مباح بدون قيد ولا شرط، وترسخ في وجدانها أنه لا مسؤولية شرعية تقف في طريق رغباتهم ونزواتهم ما دامت في الحلال كما يقولون. وأحكام الشريعة التي تعلمناها ولا نزال نتعلمها ونعلمها من كتب الفقه في أول باب النكاح تقرر أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، ومنها الكراهة والحرمة، وأن الأحناف يحرمون الزواج إن تيقن الزوج أنه سيجور على زوجته،
لأن حكمة الزواج في الإسلام أنه إنما شرع لتحقيق مصلحة، وهذه المصلحة هي تحصين النفس وتحصيل الثواب بجلب الولد الذي يعبد الله. فإذا خالط ذلك ظلم أو جور أو ضرر أثم الزوج وارتكب محرما، ويخضع ثمتئذ لقاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومع أن الجميع متفق على وجوب الزواج عند خوف الوقوع في الزنا، إلا أنهم يشترطون مع ذلك عدم الخوف من الضرر والإضرار، حتى قال الحنفية: إن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور وإلحاق الضرر بالزوجة قدم خوف الضرر وحرم الزواج. قالوا: لأن الجور معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا حق من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياج العبد وغنى المولى سبحانه وتعالى. والشيء نفسه نجده في فقه السادة المالكية والشافعية أيضا. والدرس المستفاد هنا فيما أفهم هو أن الجور على الزوجة جريمة تفوق جريمة الزنا، وأن الزنا ضرر أصغر بالقياس إلى ظلم الزوجة الذي هو ضرر أكبر، وهذا في الزواج لأول مرة ومع الزوجة الواحدة، فكيف بالزواج الثاني والثالث مع خوف الجور، بل مع نية الجور وتعمده وقصد الإضرار بالزوجة الأولى. ولعل قائلا يقول: إذا وقع الضرر على الزوجة فمن حقها طلب الطلاق، فإن تعسف الزوج خالعته، فاترك الزوجة يتنقل بين من يهوى ويريد، واترك الزوجة إما أن ترضى وإما أن تخالع. وإجابتي أن هذا القول يجمع على الزوجة ضررين: ضرر الهجر وضرر الاضطرار بالتضحية بكل حقوقها كما هو حكم الخلع. وفي الوقت نفسه يجمع للزوج منفعتين: تمكينه من تحصيل رغبته التي أمره الشرع بتهذيبها، وأخذ حقوق الزوجة التي اضطرها الجور إلى التنازل عنها. ولعل هذا هو السبب في أنك لا تجد في كلام الفقهاء في هذه المسألة إشارة من قريب أو بعيد إلى إباحة الزواج مع خوف الجور، ومع تخيير الزوجة بعد ذلك بين الرضا أو الانخلاع، وإنما ترد عبارتهم على مورد واحد، هو تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه الشريك قبل البدء في مشوار هذه الشراكة، انطلاقا من أن الزواج حقوق قبل أن يكون نزوة أو رغبة عارضة، وأنه مسؤولية كبرى عبر عنها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وأنه لم يشرع أبدا لمكايدة العشير، وأن تشريعات الزواج إنما فرضت لمصلحة الأسرة والمجتمع معا. وقد أثبتت الإحصائيات التي أجريت على أطفال الشوارع أن ما لا يقل عن 90% منهم إنما كانوا ضحايا أسر عبثت بها فوضى الزواج وفوضى الطلاق، وأن كل أنواع الجرائم الخلقية والاجتماعية التي يفرزها مجتمع أطفال الشوارع إنما مرده إلى تعسف في استعمال حق شرعي، أو فهم لنصف الحقيقة الشرعية مع سوء فهم رديء لنصفها الآخر، وهو ما أدى إلى ما يشبه حالة الانفصام بين فقه النص وفقه الواقع. وسبب ذلك فيما أعتقد ومن خلال تجارب واقعية عديدة هو حاجز الخوف بين أهل الفتوى من الفقهاء والعلماء، وبين الاجتهاد والنظر في الحكم والدليل بعد النظر في محل الحكم وما يعتوره من مصالح ومفاسد.
ومن المؤلم جدا أن أسجل هنا أن علماءنا ومفتينا في القرن الماضي كانوا أكثر شجاعة من علمائنا اليوم على اقتحام قضايا وأحكام مست حاجة الناس إلى تجديدها والاجتهاد فيها في ذلكم الوقت. خذ مثلا اجتهاد علمائنا في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، فرغم أننا نجد شبه إجماع من علماء الأمة على خلافه، حتى أن القاضي عبد الوهاب المالكي يراه قولا من أقوال المبتدعة، ويقول عنه ابن عبد البر إنه ليس من أقوال أهل العلم. رغم ذلك فإن علماء الأزهر لم يتحرجوا في ذلكم الوقت من اقتحام هذه المشكلة ومن الخروج بفتوى رسمية خالفوا فيها المذاهب السائدة على الساحة، ولم يعدم العلماء أن يجدوا لفتواهم سندا من التراث الفقهي، فأفتوا بأن هذه الصيغة تقع بها طلقة واحدة. حدث هذا الاجتهاد عام 1929 في القرن الماضي، ودخل كنص قانون في قوانين الأحوال الشخصية. ودار الإفتاء المصرية التي استقرت فتواها على هذا الرأي منذ 90 عاما تقريبا تتردد اليوم هي ومجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر في اقتحام قضايا أكثر خطرا في حياة الأسرة من قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ويمنعها ويمنع أغلب علماء الأمة حاجز الخوف الذي تحدثنا عنه، والإبقاء على باب الاجتهاد موصدا أمام المهمومين بآلام هذه الأمة، مما يؤدي أو كاد يؤدي إلى انسحاب الشريعة من واقع الناس ومجتمعاتهم والانزواء بها في دوائر البحث والدرس. وقد تفطن بعض فضلاء المعاصرين إلى أن إحجام الفقهاء عن الاجتهاد سيترك المجتمعات الإسلامية للآخر يملأها بما يشاء، وهو لون من الوقوع في فصل الدين عن الدولة أو فصل الحياة عن الدين الذي نتنكر له كشعار لكننا للأسف نمارسه كواقع. السادة العلماء الأجلاء، لا بد من الاعتراف بأننا نعيش أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها غاليا حيثما كانوا وأينما وجدوا، نتيجة الخوف والإحجام من التعامل مع الشريعة التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان لتقديم إجابات مناسبة لنوازل وواقعات مستجدة، وأيضا نتيجة غياب الرؤية المقاصدية التي تشوش حتما على النظرة الاجتهادية وتأخذ الفقيه بعيدا عن الحادثة التي يبحث في محلها عن الحكم الشرعي المناسب، وأيضا نتيجة الفتاوى المعلبة والمستوردة العابرة للدول والأقطار ولا تراعي أحوال المجتمعات، ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس، حتى صارت الفتوى الواحدة التي يفتى بها المسلم مهما اختلفت دياره وتنوعت أوطانه وتبدلت أحواله من حرب وسلام وغنى وفقر وعلم وجهل، فهل يعقل أو يقبل أن يفتى للمسلم بفتوى واحدة في النوازل المتشابهة من حيث الشكل والمختلفة من حيث الواقع واحتمالات الضرر والمصلحة في القاهرة والنيامي ومقدشي وجاكرتا ونيودلهي ومسكو وباريس وغيرها من الحواضر والبوادي في الشرق والغرب؟ أما فيما يتعلق بموضوع المؤتمر فإني أستسمح أخي سماحة مفتي الديار المصرية في أن أسجل رأيي في أن مصطلح الأقليات المسلمة في عنوان المؤتمر هو مصطلح وافد على ثقافتنا الإسلامية، وقد تحاشاه الأزهر في خطاباته
وفيما صدر عنه من وثائق وبيانات، لأنه مصطلح يحمل في طياته بذور الإحساس بالعزلة والنبذ والدنية، ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق. بل يصادر هذا المصطلح ابتداء على أي أقلية كثيرا من استحقاقاتها الدينية والمدنية. وفيما أعلم فإن ثقافتنا الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح بل تنكره، وتعرف بدلا منه معنى المواطنة الكاملة كما هو مقرر في وثيقة المدينة المنورة، لأن المواطنة في الإسلام حقوق وواجبات ينعم في ظلالها الجميع وفق أسس ومعايير تحقق العدل والمساواة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالمواطن المسلم في بريطانيا مثلا هو مواطن بريطاني مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات، وكذلك المسيحي المصري هو مواطن مصري مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات. ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة لأن يوصف أي منهما بالأقلية الموحية بالتمييز والاختلاف في معنى المواطنة. وفي اعتقادي أن ترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروبا وغيرها من المجتمعات المتعددة الهويات والثقافات خطوة ضرورية على طريق الاندماج الإيجابي الذي دعونا إليه في أكثر من عاصمة غربية، فهو الذي يحفظ سلامة الوطن وتماسكه، ويرسخ تأصيل الانتماء الذي هو أساس الوحدة في المجتمع، كما يدعم قبول التنوع الثقافي والتعايش السلمي، ويقضي على مشاعر الاغتراب التي تؤدي إلى تشتت الولاء الوطني وتذبذب المغترب بين وطن يعيش على أرضه ويقتات من خيراته، وولاء آخر غريب يتوهمه ويحتمي به فرارا من شعوره بأنه فرد في أقلية مهددة. وفقه المواطنة إذا نجحنا في ترسيخه في عقول المسلمين وثقافاتهم هو السد المنيع أمام الذرائع الاستعمارية التي دأبت على توظيف الأقليات في الصراعات السياسية وأطماع الهيمنة والتوسع، وجعلت من مسألة الأقليات رأس حربة في التجزئة والتفتيت اللتين يعتمد عليهما الاستعمار الجديد. أما تأهيل الأئمة للإفتاء فهو أمر بالغ الأهمية، وحسنا ما صنعت دار الإفتاء المصرية حين انتبهت إلى أهميته وخطره، والحديث يطول في هذا الواجب المتعين. وقد كان للأزهر إسهام في تكوين الأئمة في الخارج وتوعيتهم بالقضايا التي تمس حاجات المسلمين هناك في أكثر من مجال، وتدرب في الدورات التي عقدتها المنظمة العالمية لخريج الأزهر بالقاهرة 38,500 إماما من أفغانستان وباكستان وكردستان العراق والصين وإندونيسيا وبريطانيا واليمن، إضافة إلى دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية. فحبذا لو حدث نوع من التنسيق بينكم في هذا المجال وبين المنظمة العالمية لخريج الأزهر حتى لا تبدأوا من فراغ. الإخوة الأفاضل، لقد أطلت عليكم ووجب الاعتذار، والعذر عند خيار الناس مقبول. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أطلنا عليكم مع الوزير. We'll be right back.
ترفع الآن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، وهو بعنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة.